صراحة من منذ 2008 المشاركة ديال المجلس التجاري في مراكش كان عندها هدف أساسي واحد، هو التأكيد على يعني مركزية الثقافة في العلاقة بين الوطن والجاليات المغربية المختلفة. الآن يعني هذه السنة هنالك 60 مشارك ومشاركة من 10 ديال الدول، هذا تيبين يعني عولمة الجالية المغربية بالخارج، يعني بروز الأجيال الثانية والثالثة في داخل كل الجاليات التي تديروا السينما، الرواية، المسرح، وكذلك تأنيث الجالية. لا لاحظتي راك 50% من الضيوف ديالنا نساء، إذا هذا يعني هذه المشاركة الثقافة تبين هذه التحولات ديال الجالية المغربية بالخارج. وتنعتبر بأن يعني الثقافة يعني خص المجتمع المغربي يتعرف على الإبداع اللي كاين داخل الجاليات، وفي نفس الوقت هذا تيساهم في تغيير التصورات داخل الجالية على المغرب. يعني بعض المرات كاين شي تصورات خاطئة على المجتمع المغربي وعلى التطور اللي كاين في المغرب. المجلس الجالية في هذا الإطار تيلعب الدور ديالو، وحنا في هذه المرحلة بتقول لي مرحلة جات بعد الخطاب الملكي ديال 20 غشت 2022 اللي طالب بتجديد وإعادة النظر في السياسات الاتجاه الجاليات المغربية وتقوية مساهمة الكفاءات المغربية في المشاريع التنموية في المغرب، وفي نفس الوقت في تقوية حكامة كل المؤسسات اللي مكلفة بالجالية المغربية بالخارج. في هذا الإطار يعني اعتماد قانون ديال المجلس الجالية المغربية بالخارج واحد المسار اللي حنا تنساهموا فيه، وتنتمنى شخصيا انه يعني يتم اعتماد القانون المقبل ديال المجلس الجالية المغربية بالخارج وتقديمه للبرلمان في اسرع وقت. صراحة يعني يمكن الانسان، وتنظن هذا عمل اللي يمكن كذلك الصحافة الوطنية تساهم فيه، هو يعني مقارنة كل السياسات ديال يعني الان اغلبية الدول في العالم بما فيها الدول يعني ديال الشمال عندها سياسات تجاه الجاليات ديالها، يعني تيسميوها في البحث العلمي يعني لي بوليتيك ديال الدياسبورا، سياسات الشتات. يمكن الانسان يقارن، وتنظن انه يعني المغرب يمكن يكون فخور بصفه عامه يعني بالمؤسسات. يعني هنالك انتقادات لمشروعه في وجهه نظري، ولكن في الاساس يعني يمكن الانسان يقارن، وهنالك نسبيا نجاعه ديال المؤسسات المغربيه تجاه الجاليه، واللي تبينها هي يعني استمراريه العلاقه بين الجاليات المغربيه والوطن. اولا المشاركه في رواق مشترك هو رساله من اجل التاكيد على الارتباط القوي ما بين الادوار والمهام ديال هذه المؤسسات الحكامه من اجل تقعيد مبادئ الحق ودولة الحق والقانون، وباش نعطيو نظرة واضحة على أن العمل هو ماشي عمل منفرد اللي كي ينضاف كل واحد للآخر، بل هو عمل اللي كيكون فيه واحد يعني ترابط وواحد تناسق باش يمكننا نوصلوا للنتائج والآثار. كذلك الهيئة كتستغل هذه الفرصة لخلق قنوات التواصل من أجل تعريف ما تم القيام به للتأسيس القواعد ديال الانتقال إلى حقبة جديدة لمكافحة الفساد على أساس توجهات استراتيجية واضحة اللي كتاخذ بعين الاعتبار النتائج ديال معرفة موضوعية معمقة للظاهرة والتمظهرات ديالها، اللي كتاخذ بعين الاعتبار التقييم الدقيق والمفصل ديال السياسات العمومية اللي تم نهجها في هذا المجال في خلال تقريبا ربع قرن، كتاخذ بعين الاعتبار المخرجات ديال الدراسات في إطار أوراش متعددة ما يناهز 30 ورش باش تعطي هذه التوجهات الأسس المتينة باش تكون من جيل جديد اللي كياخذ بعين الاعتبار الدقة، كياخذ بعين الاعتبار الدينامية اللي كيخصنا ندخلوا فيها من خلال التقييم المستمر وإعادة التأطير عند الاقتضاء باش نبقاو مرتبطين بالنتائج، وبأن سنويا كيكونوا برامج ديال اللي كتحدد الأولويات وكتحدد
الأهداف اللي كتكون قابلة للقياس وكتكون توجهات اللي غادي تجعل المغرب يدخل في واحد الدينامية اللي كتكون المسؤوليات واضحة والارتباط ديالها واضح وكيكون كذلك الإطار اللي غادي يمكن باش نعطيه المواطن والفاعلين رؤية على كيفاش كنتقدموا وكيفاش غيمكننا نتقدم. هناك مشترك ما بين الهيئات الدستورية مشترك واضح وهو أنه رغم تباين انتداباتها ورقعة تحركها هناك التقائية كبيرة وهو أننا نعمل كلنا في إطار منظومة حقوقية شاملة داخل بلدنا فهذا المشترك الحقوقي جعلنا نبادر بتنظيم حضورنا هذا العام في هذا المعرض في رواق مشترك وذلك يعني له مغزى ويعكس دينامية حقيقية بتقعيد دستوري وهي دينامية تروم لتعزيز مكانة وعمل ونجاعة هذه الهيئات الدستورية في إطار طبعا في مضمار المعمار المؤسسي الوطني وذلك فيما يخص أوراش مهمة أولا طبعا ترسيخ دولة القانون والحريات دعم التجربة المغربية فيما يخص المواطنة وأسميها يعني الديمقراطية التشاركية والمواطنة الفاعلة وأيضا دعم دينامية ونفادية الحقوق ففي هذا الرواق المشترك سوف يكون لنا لقاء وتواصل قرب مع شرائح متعددة من مواطنين زوار هذا المعرض وسوف نحاول الإجابة على تساؤلاتهم فيما يخص قضايا كبرى قضايا بناء مشهد إعلامي مغربي تعددي يحترم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان فيه طبعا دعم للتنوع الثقافي واللسني وما إلى ذلك أسئلة أيضا حول طبعا محاربة آفة الرشوة حول يعني قضايا تنموية واقتصادية حول قضايا الهجرة حول قضايا يعني تحسين العلاقة الارتفاقية ما بين المواطن فإذا كل هذه الأمور لها طابع حقوقي في نفس الوقت نعتبر بأن كلنا كهيئة دستورية معنيين بقضية مهمة وهي إنعاش الحوار الديمقراطي داخل المجتمع المغربي هناك عدة دعائم لدعم هذا الحوار وهناك اللقاء المباشر مع المواطن أن يحدث ذلك في إطار فضاء همه هو الارتقاء بالقراءة في المغرب ودعم فعل القراءة هذا له مغزى مضاعف نعتبر في الهيئة العليا لاتصال السمع البصري بأن دعم فعل القراءة واجب لأن المواطن القارئ هو المواطن الذي له إمكانية طبعا تطوير فكر نقدي ونحن نشتغل في الهيئة العليا على دعم هذا الفكر النقدي مثلا من خلال برامجنا فيما يخص الدراية الإعلامية نحتاج لهذا الفكر النقدي لهذه اليقظة الفكرية لكي نتمكن من دعم قدرات المواطن المغربي على العيش في هذا العصر الرقمي في هذه المنظومة التواصلية الشمولية لنحقق هدفين الهدف الأول وأن بفضل هذه الدراية الإعلامية أن يتمكن المواطن المغربي من الاستفادة من كل الفرص الهائلة التي منحتها لنا التكنولوجيا الرقمية والتي بزغت في إطار هذا الفضاء الإعلامي العمومي الشمولي الرقمي من حيث مثلا حرية التعبير الولوج إلى المعلومة الابتكار وفي نفس الوقت هذه الدراية الإعلامية تمكن من تنمية مؤهلات المواطن المغربي لحماية نفسه ضد المضامين التواصلية والإعلامية السارية في هذا الفضاء الرقمي الغير المقنن والتي هي مضامين يعني تنمو عن مخاطر كبرى قد تعطل الفعل الديمقراطي قد تمس بوحدة وبتناغم المجتمع مثلا الخطابات التضليلية خطاب التشدد خطاب الكراهية خطاب الوصم المس بحميمية الأشخاص وما إلى ذلك.